اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمود، منتخبنا قادر على التاهل ان شاء الله في شهر مارس القادم. طبعا لسه بدري على الكلام ده، ولكن الحقيقه كلنا امل، كلنا عايزين نقف مع منتخبنا في كاس العرب وفي كاس امم افريقيا، ولكن بالنسبه لي انا هو في مارس القادم هي المهم بالنسبه لنا باذن الله. باذن الله باذن الله. توفيق ربنا مهم جدا في المباراه دي، وحاله لعبتك يبقوا حاضرين نفسيا وبدنيا وذهنيا بالصوره المطلوبه. طب انا عشان اوصل للمرحله دي اعمل ايه؟ عندي كاس العرب، كاس العرب هيلعب المحليين. انا بكلمك عن المحليين، ده جزء من التكوين طبعا، 70% 60% من المنتخب، وعندي كاس الامم الافريقيه. كاس العرب دي فرصه، انا عاوز اروح فين؟ يعني هلعب يا جماعه 3 4 3 ولا هلعب 3 5 2 ولا هلعب 4 3 2 1؟ يعني انت تحفيزك للعيبه انك تحاول تستفيد من المباريات اللي انت هتلعبها، هدفك الاسمى اللي انت شايفه قدام هو كاس العالم 2022، فانت جايب المجموعه دي مختارها وعاوز توصل لمرحله انك انت لما توصل تروح كمان الكاميرون، يبقى انت خلاص كده ضمنت. هتضيف عليهم مين؟ مرموش، صلاح، النني، هم دول الثلاثه اللي بعد تريزيجيه. ممكن تريزيجيه ان شاء الله، تريزيجيه رجع ان شاء الله يبقى الامر. فانت شغلك وتحضيرك وتكوينتك وثبات التشكيل والتغييرات محدوده وعارف انت هدفك ايه، ده بتبقى كاس العرب مرحله الاولانيه دي، اول واحد في التاهل لكاس العالم. اكتست المرحله دي، اكتست المرحله دي وظهرت ملامح التكتيك بتاعك والشغل اللي انت هتعمله والحاجات الخاصه اللي انت تدرب عليها، خلاص عديت مرحله. لانه خلاص وده برضو تفاؤل انك انت برضو كل منتخبات فن هتلعب فين؟ في قطر، يعني عايز اقول لك فرصه كويسه جدا ومناسبه تروح فيها معنويا ونفسيا. كاس امم افريقيا بقى، ده بقى الرهان بقى، المواجهه الحقيقيه اللي هيكون فيها تقييم، اللي هيكون فيها التقييم الفعلي. وعلى فكره انت ممكن في كاس الامم ما تضمنش ظروف الفرق الثانيه والمنتخبات الثانيه، مين يتصاب، مين يحصل له ظرف، مين ما يجيش، ويبقى عنده مشكله. فانت هنا تجهيزك يا كابتن اسلام النفسي والبدني والذهني والفني بتبقى هتبين قدره ايه الجهاز الفني، خاصه انك انت عندك كمان مرحله ايه، انت عندك مسابقات انديه، دوري ابطال وكونفدراليه، وعندك مسابقه محليه، وعندك كل ده ضغط على مين؟ ضغط على، فانت انت عامل ايه؟ موسع الدايره عشان يبقى عندك البدايل واحد واثنين وثلاثه لما يحصل ظرف. فلما اجي اخلص كاس الامم وتتعمل القرعه، يبقى انا يبقى انا كده عملت اللي عليا، بنيت البتاع. بعد كمان ما تخلص كاس الامم، هل انت عندك فرصه انك تلعب لغايه مارس؟ يعني لو افترضنا انه كاس الامم هتنتهي في بدايه فبراير، عندك من فبراير لغايه ما تتعمل القرعه وبتاع في فتره، هل هتعرف تلعب مباراه؟ لا، مش هتقدر، مش هيبقى في مش هيبقى في توقف. فخلاص كده انت ايه، حاطط هدفك الاساسي وتجهيزاتك وشغلك كله على انك خلاص دي اخر اذا اردت انت كبير وتريد ان تستعيد تاريخك الماضي التاسع على العالم، بطل افريقيا 3 دورات، اداء رائع امام البرازيل وايطاليا، فلا بد ان تكون في مصاف الكبار. منتخب مصر يستطيع، باذن الله يستطيع. قدرات لعبتنا مش محتاجين غير الروح، غير الاخلاص، غير الالتزام، غير جهاز فني عارف قدرات اللعيبه ويعرف يطلعها ازاي. دي اهم جزئيه لكارلوس كروش في الفتره اللي هتتم دي من كاس العرب حتى المباراه الفصل ان شاء الله.